مرحبا واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد على قناتي. فيديو اليوم راح يكون عن شو موجود داخل شنطة البيبي. طبعا انا ما بطلع البيت الا مع الشنطة هذه، بكون حاطة كل اغراضي فيها، واليوم راح اورجيكم ايش فيها. فانا راح ابدا واحكي لكم شو بحط في شنطتي. انا تعلمت انه غالبا الطفل بيعيط لثلاث اسباب رئيسيه: اذا كان جعان، محتاج تغيير، او زهقان. فكل حاجه موجوده في شنطتي لها علاقه بالثلاث شغلات هذه، وخلينا اورجيكم. طبعا شنطتي هذه حكيت عنها من قبل في فيديو من الفيديوهات، لحتى الان يعني هذا قرار كتير منيح عملته اني اشتريت هذه الشنطة. اذا ما شفتوا الفيديو راح احطه تحت في الوصف عشان تشوفوه. خلينا ابدا. اول حاجة معي مية الي ومية لسمع، طبعا بدها تنظيف صغير لانه اليوم كنا طالعين. طبعا شوية اكلات صغيرة وبسيطة لسمع عشان تتسلى فيها. كان عندي موعد دكتور، فكانت هي قاعدة لفترة، دكتور اسنان، فكانت هي قاعدة لفترة، فاخذت لكم شغلة صغيرة الها. بسكوت، نوعين بسكوت، باخذ اكتر من نوع عشان احتياط. ممكن يكون جاي عبال هذه الشغلة او يكون مش جاي عبالها، فدايما عندي حاجة احتياط في حالة اللي بعطوه لها اول حاجة ما تحبهش. تاني حاجة معايا معقم للايدين، فراح تشوفوا مجموعة العاب. اول حاجة معايا اللعبة هذه لسما. الجو عندنا برد شوية، يمكن مرتين او ثلاث مرات اطلع وكون ناسية بطانيتها، فحطيت بطانية صغيرة خفيفة في الشنطة احتياط لما اكون ناسية بطانيتها. هذه البطانية كمان اجتني في صناديق صندوق الامازون المجاني، وممكن يكون في نفسها موجود في وولمارت، صندوق وولمارت. برضو حكيت عنه في فيديو من الفيديوهات، راح احط الفيديو عشان تعرف كيف ممكن تحصلوا على هذه البطانية بالمجان. بعدين معايا طبعا اهم حاجة الحفاضات والكلينس المعطر. طبعا سما النوع الحفاضات اللي انسب حاجة لها هو بامبرز. لقيت هذا موجود في على الاونلاين انه بحطوا فيها ثلاث حفاضات وستة كلينس معطر. كل ما يخلص برجع احط بدالهم فيه، فدائما موجود في الشنطة هذا. طبعا هاي الحفاضات وهاي الكلينس المعطر. طبعا المشوار بيعتمد عدد الحفاضات بيعتمد على كم ساعة انا طالعة برا البيت، بس لا يقل عن عن حفاضتين احتياط، لانه ممكن اطول، ممكن تحتاج سما اكتر من واحدة، فدايما تنتين وزيادة بكون معايا في الشنطة. ورق معطر عشان امسح الطاولة اذا كنا رايحين بمكان. قطعة كيك كانت اشتريناها اليوم واحنا طالعين. مجموعة لعب تانية لسما، برضو هذه نفس القصة، بياخد اكتر من لعبة احتياط، اذا زهقت من اول واحدة، اذا ما حبتش اول واحدة، حبت تمسك كل واحدة في ايد، فمعايا اكتر من لعبة. برضو هذه عشان تلعب فيها سما. طبعا الحمد لله سما من شهور ما احتجتش اغير لها اواعيها لانه صار عليها تسرب، ولكن تغيير الاواعي بصير عشان اذا كنا مكلين برا وكبت على حالها مي او مسحت شوكولاتة في اواعيها، فباخد معايا غير اواعي او حتى اثنين. فمعايا هنا بنطلونين وبلوزة لسما وطوق. هي غالبا طواق الشعر بترفعهم،
لكن بخلي واحد احتياط اذا جاء عبالها. طبعا سناك الي كمان، اكله الي لاني بحب اتسلى انا كمان. لاحظت اكتر حاجة بانساها هي مريلتها. فمرة كنت في محل ولقيت عندهم مرايا الورقية استخدام مرة، فاشتريت باكيت وكان فيهم تقريبا 12 واحدة، فحطيتهم في الشنطة مش زايل منهم الا 3، فبستخدمها مرة وبرميها. ففكرة حلوة هدول، بس عشان اني انا بانسى احطهم في الشنطة وبيكونوا في الغسيل، فهدول كتير حلوين. طبعا في كم شغلة الي معايا، دوزاني مرطب الشفايف والنظارة الشمسية، بستخدم قطرة لازم يكون دايما معايا، معايا معلقة لسما وشوكة، معايا طبعا جرابين لسما، وبس هيك تقريبا كل هذه الشغلات تنحط في شنطتي ودائما معايا على ظهري. شوية اوراق تانية ملهاش لازمة، يمكن لازم تتنظف. بس هيك اهم حاجة الاحفاظات وتغيير غير الاواعي والاكل. المية طبعا ممكن في اي مكان اجيب لها اياها، بستخدم لها شفاطة في حالة اذا كنت انا ناسية كوبايتها. او بس هيك احكوا لي شو اكتر اهم شغلات لازم يكون معاكم دايما في الشنطة. اذا عجبكم الفيديو بتمنى تعملوا اعجاب واشتراك في القناة، وشاركوا الفيديو مع اصدقائكم اللي ممكن يحبوا المحتوى. وبس هيك، والسلام عليكم ورحمة الله.